اشتعلت الجبهة الأمريكية الإيرانية على خلفية التهم الأمريكية لإيران بالتخطيط لاغتيال السفير السعودي في واشنطن، والتي وصفتها إيران بمؤامرة شيطانية تحك ضدها. رد مباشر وقوي جاء من الجهة الإيرانية، إذ حذر وزير الخارجية علي أكبر صالح الولايات المتحدة من المواجهة في حال فرضت على إيران، والتي ستكون عواقبها أشد قسوة عليهم بحسب ما قال، مضيفا أن الولايات المتحدة أطلقت هذه المزاعم لتحويل اهتمام العالم عن مشاكلها الداخلية، مشيرا إلى أن علاقات إيران مع السعودية جيدة. في المقابل أعلن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إيران ستحاسب على خطتها، والتي كانت تقضي بحسب وزارة الدفاع الأمريكية بتفجير قنبلة في مطعم يتردد عليه السفير. وأشار بايدن إلى أن عقوبات جديدة تحضر والأمور مفتوحة على كل الاحتمالات. من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن محاولة الاغتيال ستزيد من عزلة طهران على الساحة الدولية، مشيرة إلى أنها ستتشاور مع أصدقاء الولايات المتحدة وشركائها في مختلف أنحاء العالم بشأن كيفية إرسال رسالة قوية إلى إيران، مفادها أن هذا النوع من الأفعال الذي ينتهك الأعراف الدولية يجب أن ينتهي. بدوره أكد الأمير السعودي تركي الفيصل أن هناك أدلة قوية ودامغة على أن إيران وراء مخطط لاغتيال سفير السعودية في واشنطن، لابد وأن يدفع أحد في إيران الثمن على حد تعبيره. في غضون ذلك حذر الاتحاد الأوروبي إيران من عواقب وخيمة جدا إذا ثبتت الاتهامات، وكان وزير العدل الأمريكي أريك هولدر لفت إلى أن تهما وجهت إلى شخصين إيرانيي الأصل يحمل أحدهما الجنسية الأمريكية، هما منصور أرباب سير وهو أمريكي من أصل إيراني، وغلام شكوري وهو عضو في قوات القدس الإيرانية ويقيم في إيران.